جاء في كتب الحديث والتاريخ في تاريخ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في أيام حكومته المباركة أنه هكذا يأمر بجمع الضرائب في الحكومة الإسلامية. بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مصدق يعني الذي يجمع الصدقات، يجمع الضرائب الإسلامية، فقال له فيما قال: فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم. هذه وصايا، بعض وصايا أمير المؤمنين للذي بعثه ليجمع الضرائب الإسلامية. يعني عندما تذهب لأخذ الضرائب، لجمع الضرائب الإسلامية، لجمع الصدقات، عندما تذهب إلى جماعة انزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، يعني لا تدخل عليهم في البيوت ابتداء، ولا تطرق عليهم أبواب بيوتهم. انزل بمائهم، عادة في الزمان السابق القرى والمدن كانت تبنى على المياه الموجودة، والمياه كانت تكون عادة خارج القرية أو خارج المدينة. فعندما يأتي شخص يدخل المدينة أو يجلس عند الماء فيأتي، يعني خارج المدينة خارج القرية، حتى يأتي بعض من يأتون لأخذ الماء فيرون هذا الشخص هناك فيعرض نفسه عليهم، الإمام يأمره بهذه الدقة والاحتياط في الفضيلة والأخلاق، أنه لا يذهب إلى بيوت الذين عليهم الضرائب الإسلامية ويطالبهم بضرائبهم، لا، بل يجلس خارج القرية خارج المدينة. فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم. عندما نزل هناك بعد ذلك، عندما يأتي الخارجون من القرية الخارجون من المدينة يرون هذا رجلا غريبا جاء إليهم، يعرض نفسه بأنه مبعوث من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه لجمع الصدقات والضرائب الإسلامية. قال عليه السلام: ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم، مشيك إليهم بعدما عرفوك لا يكون مشي عنف، مشي تكبر، مشي خيلاء، بل يكون مشي سكينة ووقار، بلين، برفق، بسكون، بإطمئنان،
حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق تؤدوه إلى وليه؟ هذا الأسلوب في جمع الضرائب الإسلامية أسلوب ليس فقط أسلوب فضيلي وخلقي، وإنما هو أسلوب تربية، يعني هذا عملا نوع تربية للمسلمين الذين يعطون الصدقات، يعطون الضرائب الإسلامية. الإمام يقول له: اسألهم هل عندهم من حق الله شيء، هل عليهم من الضرائب الإسلامية من خمس، من زكاة، هل عليهم شيء؟ يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق تؤدوه إليه؟ اطرح عليهم، اعرض عليهم ذلك. ثم قال عليه السلام: فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه. إذا شخص قال لك لا، ليس علي شيء من الضرائب الإسلامية، ليس علي زكاة، ليس علي خمس، فلا تراجعه، يعني لا تكرر كلامك عليه، لا تكرر قولك له بأنه إن كان عنده من حق الله شيء. فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه. أنعم هكذا فسر، يعني قال لك نعم. إذا عندما سألته هل عليه من الضرائب الإسلامية شيء، قال لك نعم علي من الضرائب الإسلامية شيء، وإن أنعم لك منهم منعم، يعني قال لك منهم من يقول نعم، قال نعم، انطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا. اذهب معه إلى حيث أمواله، إلى حيث أمواله، فيعطيك الصدقات التي عليه. والإمام يؤكد عليه مرة أخرى: من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، يعني في الطريق وأنت معه إلى أمواله التي فيها الصدقات، لا تخيفه ولا تعده إلا خيرا، اذكر له وعد الله سبحانه وتعالى بالثواب والأجر، ووعد الله عز وجل له بالزكاة والنماء في الدنيا، يعني لا تقل له إن لم تعطي زكاتك فتعاقب كذا وكذا، ولا تعده، يعني لا توعده وعد إرعاب وتخويف، وإنما يكون وعدك وعد خير. أذكر له فوائد وثواب إعطاء الصدقات. فإذا أتيت ماله، إذا أتيت أنت معه وهو عرض عليك أن عليه الصدقات ويريد أن يعطيك الصدقات، يعطيك الضرائب الإسلامية، إذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له، مع أنه هو قال لك علي صدقات إسلامية، ضرائب إسلامية، وهو جاء معك إلى أمواله
التي فيها الصدقات، مع ذلك عند دخولك لتلك الأموال استأذنه وادخل، ولا تدخل. يعني هذا تأكيد وتكرار ليكون الدخول جامع الضرائب الذي يجمع الضرائب الإسلامية يكون بإنسانية وأخلاق، فلا تدخل إلا بإذنه، استأذنه، قل له أدخل. هذا لا يحتاج إلى أن يستأذن، إلا أنه خلق رفيع وفضيلة وإنسانية، لأنه هو قال لك النعم عندي ضرائب إسلامية، وهو اصطحبك معه إلى أمواله. الإمام يؤكد عليه فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له. هذه نقطة مهمة ذكرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهي تدل على إنسانية الضرائب في الإسلام، في إسلام رسول الله، في إسلام أمير المؤمنين، لا في الإسلام الذي عرض باسم الإسلام زورا وكذبا في ماضي التاريخ، مثله بنو أمية وبنو العباس وأمثالهم، وفي حاضر التاريخ مع شديد الأسف في الكثير من البلاد الإسلامية. الإمام يقول أكثر المال له، يعني الصدقة جزء أقل من الجزء الذي لصاحب المال، والجزء الآخر الذي هو الأكثر لصاحب المال. أكثر الصدقة في الزكاة في الإسلام هو 10%، وإلا أحيانا يكون 5% و7.5%، وأحيانا يكون 2.5%، واحدا من 40، كما في زكاة الذهب والفضة، وكما في بعض الزكوات الأخرى. وفي الخمس يكون 20%، هذا أكثر ما يكون من الضرائب الإسلامية، وهو الخمس هو 20%. ولكن عندما نتصفح تاريخ بني أمية وبني العباس نجد أنهم كانوا يأخذون كثيرا، أحيانا يأخذون 50% وأكثر. وكما نقرأ ومع شديد الأسف في قوانين بعض البلاد الإسلامية هذا اليوم أنه الضرائب تصل إلى 80% أحيانا، يعني الشخص عندما يكون له 100 مليون يؤخذ منه 80 مليون كضريبة في البلد الإسلامي، ومع شديد الأسف، ويترك له 20%. هذا ليس من الإسلام. نحن علينا أن نقرأ الإسلام من معادن الإسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة. أكثر ما يكون من الضرائب الإسلامية هو 20%، وأما غالبا دون ذلك. ثم يقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له فإن أكثره له، أكثر المال الشخص الذي عليه الضرائب الإسلامية في ماله الصدقات، الصدقات نسبتها أقل، ومال الشخص الذي يترك له بعد أداء الصدقات هو الأكثر، 20% صدقات، و80% لصاحب المال، 10% صدقات، و90% لصاحب المال،
5% صدقات و95% لصاحب المال، 7.5% و92.5% لصاحب المال. ثم يقول سلام الله عليه لهذا الذي بعثه لجمع الصدقات، فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ أولا أمير المؤمنين أمره أن يسأله هل في ماله زكاة أم لا، فإن قال لا فلا تراجعه. بعد ذلك عندما يقول نعم واصطحب المصدق صاحب المال، اصطحب جامع الصدقات، يقول له فلا تدخله إلا بإذنه. بعد ذلك يقول له قل له يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، يعني المكان الذي هو مجتمع أمواله من التي فيها الضرائب الإسلامية، فإن أذن لك فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به. عندما تدخل إلى هذه الأموال لتأخذ منه الصدقات، عندما هو يعطيك الصدقات دخول متسلط لا يكون دخول برفق ولين، وهذا تأكيد آخر من الإمام عليه الصلاة والسلام على الشخص بأن يكون بحيث مشيه أسلوبه كلامه يكون لين وفضيلة، لأنه في المرة السابقة قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، والآن يكرر عليه فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به. جاء جامع الصدقات جامع الضرائب الإسلامية، الإمام يقول له فاصدع المال صدعين، هذا يريد أن يأخذ 10% من المال، يريد أن يأخذ 20% من المال كصدقات إسلامية، يريد أن يأخذ 2.5% من المال، 5% من المال. الإمام يقول له هذا المال كل هذا المال قسمه نصفين، فاصدع المال صدعين يعني قسمه نصفين، ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له. قسم هذا المال قسمين، قل له هل تعطيني من هذا القسم أو من هذا القسم، أي قسم صاحب المال أراده لا تعرض له، ائت إلى القسم الثاني، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره، فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله. قسم المال نصفين وخيره، هو يختار أي القسمين، اختار هذا القسم، القسم الآخر أيضا قسمه نصفين وأعرض عليه حتى يختار هو أي القسمين، القسم الآخر أيضا قسمه قسمين إلى أن يصل إلى مقدار الضريبة، مقدار الزكاة، مقدار الخمس، مقدار الصدقات، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه بكل اختيار صاحب المال، بكل رضا إذا أعطاك خذه. ثم بعد ذلك يؤكد أمير المؤمنين يا لها من فضيلة ويا لها من إنسانية، هذه الفضيلة عمت جميع جوانب الإسلام
حتى في هذه المسألة الحساسة وهي مسألة الأموال. ثم يقول الإمام عليه السلام له: إذا صار حق الله عز وجل في هذا القسم وبكل رضاه جعله لك، إذا لا بدا له أن لا يعطيك هذا. ثم يقول الإمام عليه السلام: وإن استقالك فأقله، يعني إن قال لك لا لنعيد التقسيم تقسيم المال، طلب منك الإقالة، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله. الإسلام هو هذا، الإسلام كله فضيلة وأخلاق. الضرائب في الإسلام وهي فقط وفقط الخمس والزكاة بالنسبة للمسلمين والجزية بالنسبة لغير المسلمين، وكيفية استيفاء هذه الضرائب الإسلامية، كيفية أخذ هذه الضرائب الإسلامية هكذا بهذه الفضيلة والإنسانية. هل نجد في تاريخ البشرية، في تاريخ الحكومات في قديم الزمان وفي هذا الزمان، في حكومات غير إسلامية وحتى ومع شديد الأسف في الحكومات الإسلامية يمارس مثل ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مثل ما كان يعمله يصنعه أمير المؤمنين في أخذ الصدقات والضرائب الإسلامية؟ نحن ندعو لإسلام كله فضيلة وإنسانية، وجمعه للضرائب الإسلامية على قلة الضرائب الإسلامية جمعه يكون هكذا. هذه ليست فقط بالنسبة للضرائب الإسلامية وجمعها، هذه تربية، هذه عملا دعوة الناس وجعلهم في طريق الفضيلة والإنسانية. هذا هو نشر الأخوة والإنسانية بين أبناء المسلمين. إذا كان الحاكم الإسلامي يصنع كما كان يصنع أمير المؤمنين وكما كان يصنع قبل أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، تكون المدينة الفاضلة هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين خصوصا في الحكومات الإسلامية لانتهاج هذا الطريق، ليكون هناك خطوات سريعة إلى المدينة الفاضلة في بلاد الإسلام وعبر بلاد الإسلام في بلاد غير الإسلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.